السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكفى وسلام على المهدي الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، قال المصنف: باب في المطاعم والمشارب. وقال في قوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام، في شعب الإيمان. وأن تستقسموا بالأزلام هي القدح، كان أهل الجاهلية يستقسمون بها في أمورهم، فجمع الله تبارك وتعالى هذا كله فحرمه. قال: ذلكم كل ما ذكر، ذلكم فسق. يقول ركوب شيء من هذا معصية لله تعالى. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، 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 اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. وكذا فيما روينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيره: إلى ما ذكيتم. قال أنه قال في موضع آخر من الكتاب: إلى ما ذكيتم، يقول: ما ذكيتم من هؤلاء وبه روح، فكلوه فهو ذبيح. قال شيخ أحمد رضي الله عنه: ثم إن الله عز وجل استثنى من الذين حرم عليهم الميتة المضطر، فقال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال في آية أخرى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وروينا عن مجاهد أنه قال: غير باغ ولا عاد، يقول غير قاطع السبيل ولا مفارق الأئمة ولا خارج في معصية الله عز وجل. وروينا في الخبر أنه استثنى من الميتة والدم، فقال: أحلت لنا ميتتان والدمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وجاء يعني مقرونا أو موقوف ومرفوع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الأطعمة والأشربة التي أحلها الله جل وعلا، والأطعمة والأشربة التي حرمها الله. لكن الأصل أن كل طعام وشرب أنه على الحل، هذا الأصل، الأصل أنه على الحل. ما لم تأتي قرينة تبين الحرمة، فقوله تعالى جل في علاه: قل أوحي إلي أنه لا، قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ماتة أو دم مسفوحا أو خنزيرا، إلى آخر الآيات. وهنا عددها: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والمنقودة والمترددة والنطيحة. نعم، رضي الله عنك أحمد، أحسن الله عليك. وقال تعالى: وأن تستقسموا وما ذبح على النصر، وأن تستقسموا بالأزلام. نعم، كل ما ذكر فإنه حرام، وأنه من أطعمة أهل الجاهلية. ولذلك قال الله تعالى مستثنيا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أما الميتة فحرمت لحبس الدم فيها، ففيها أضرار كبيرة على المؤمن. وأما الخنزير فلحمه نجس، وهو نجس الطباع أيضا. وتعلمون أن الإنسان ما أكل وشرب فإنه يتأثر بما أكل وبما شرب. والكلاب، وقلنا في هناك قاعدة، قاعدة كبيرة في هذا الباب، وش هي القاعدة التي قلناها؟ القاعدة التي قلناها في ذلك ما هي؟ أن كل ما أمر الشرع بقتله لا يجوز أكله. خمس فواسخ في يوم والليلة يقتلن في الحل والحرم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكرم أحسن الله عليكم. وكل ما منع من قتله أيضا نعم يجوز، وكل ما منع من قتله فهو أيضا يحرم، لأنه لن يصل إليه إلا بذلك، كالضفدع، كالنمل، نعم، كالسرد. فكل ما منع من قتله لا يجوز أكله، لأنه لن يصل إلى أكله إلا بقتله، هو ممنوع. وكل ما أبيح قتله فأبيح قتله لأنه رجس وفيه ضرر على الإنسان. يستثنى من ذلك من الميتة، يستثنى منها ميتة البحر والجراد، ويستثنى من الدم الكبد والضحال. وهذا حديث جاء مرفوعا وموقوف، والموقوف أصح. حبيبي رضي الله عنك يا أستاذ عبد الرحمن سوية، كيف أخبارك وكيف أخبار صحتك؟ رضي الله عنك حبيبي. يعني ايه كله بكاك يعني يا استاذ صالح؟ حفظك رب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احسن الله عليكم. ثم اتى بفصل ثاني وقال في ذم كثره الاكل. قال حليم رحمه الله تعالى: وكل طعام حلال فلا ينبغي لاحد ان ياكل منه ما يثقل بدنه او يثقل بدنه فيحوجه الى النوم ويمنعه من العباده، ولياكل بقدر ما يسكن جوعه، وليكن غرضه من الاكل ان يشغل او يشتغل بالعباده ويقوى عليها. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يأكل في معين واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. وعن ابن عمر رضي الله عنه كان يأكل حتى يؤتى بمسكين فأكل معه، فأدخلت عليه يوم
فأدخلت عليه يوم رجلا فأكل أكلا كثيرا. قال ابن عمر: يا نافع لا تدخل هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكافر يأكل في 7 أمعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رجلا كان يأكل كثيرا فأسلم، فكان يأكل بعد ذلك أكلا قليلا، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الكافر يأكل في 7 أمعاء والمسلم يأكل في معين واحد. وهذه فيها دلالة على فضل قلة الأكل، وإلا فالأكل فيه البدانة والسمانة. قال مسلم: لو في أن أحدكم شبعان على أريكته يأتي الأمر الأمري فيقول: ننظر في كتاب ربنا وهو قد شبعان على أريكته. والوصف الثاني أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويظهر فيهم السمن. نعم. وقال الشافعي: ما رأيت بدينا في خير قطر محمد الحسن الشيباني. فالكافر يأكل في 7 أمعاء، يأكل ولا يشبع، لأنه لا يحمد الله ولا يسمي الله، والشيطان يأكل معه. وأما المسلم فإنه يأكل في معين واحد وهو قنوع. نعم. حلزوني حلال. الفوائد المستنبطة: الحلال محل الله والحرام حرمه الله. كثرة الأكل تدعو إلى كثرة النوم وكثرة الجماع، فيضيع وقت المرء بين هذا وبين ذاك. سعة الشريعة ما تركت شيئا إلا بينته. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.